السلام عليكم حبايبي، بنسوي اليوم معاكم الليزي كيك. زين، هي بسيطة وما تحتاج خطوات وايد. راح نستخدم فيها 2 قشطة بالانجليش كريم، راح نستخدم نوتيلا، راح نستخدم كوكونات باودر الخشنة، الكوكونات الباودر، الجوز الهند باودر، وراح نستخدم البسكوت. بسكوت اي بسكوت، اي نوعية بسكوت انتو تحبونها تفضلونها. اوكي، راح نبدأ. بسم الله، راح نحط القشطة، 2 قشطة، علبتين العلب العادية اللي تنباع في السوبر ماركت، راح نحط الكوكونات. الكوكونات حوالي 4 ملاعق طعام او 5 ملاعق حسب الرغبة. راح نحط نوتيلا، نحط حوالي، الحين راح نعد معاكم، 1 2 3 4 5 ست ملاعق كبيرة، ونخلط لين ما تصير المكونات ميكس مع بعض، نمكسها. بعد ما مكسنا المكونات نجيب البسكوت ونكسر بهالطريقة. بسكوت حسب الرغبة، يعني كم انت تبين تزيدينها بسكوت. انا ضفت لها الشدة اللي تي شدة واحدة، يعني مكسرة. بخلص، عقب ما اخلص نرجع لكم من التكسير. هاي حبايبي، بعد ما كسرنا البسكوت اوكي خلطناه، صار جاهز. الحين بنحطه في القالب، هذا هو القالب اللي بحطه، وهاي هي شدة البسكوت اللي انا اقصدها، هالحجم. انا حطيت هذه كاملة في الخليط مالي. عقب نجيب ورق الزبدة، لحظة شوي بس خليني انظف ايدي. اوكي، نجيب ورق الزبدة، تعالي فتكم امسكي لي حبايبي. الحين مثل ما قلت لكم حطينا ورق الزبدة، بنحط الخليط في القالب. ليش حطينا ورق الزبدة؟ حطينا ورق الزبدة عشان اقدر اطلعها بسهولة من القالب بعد ما احطها في الفريزر، لاني راح احطها في الفريزر حوالي 5 ساعات 6 ساعات الين ما تتماسك. بعد ما تتماسك راح اطلعها من الفريزر. اوكي، بعد ما صارت متماسكة جدا، وأقطعها، أقطعها للمربعات. أوكي، راح أعدلها. أوكي، خليها متساوية. حبايبي صارت متساوية كذي. اوكي، راح ادخلها نفس ما قلت لكم الفريزر حوالي 5 ل6 ساعات لين ما تجمد، وبعدين اطلعها واقطعها قطع صغيرة. الحين براويكم، لاني انا مجهزة واحدة من قبل مسويتنها، راح اراويكم كيف انا قطعتها. هذا حبايبي شكلها النهائي بعد ما سويناها. ترشين عليها للزينة جوز الهند الباودر، قطعناها مربعات. طبعا هذا اللي باقي من الصينية اللي سويتها قبل لا اسوي هذه، ما شاء الله عليه من كثر لذاذته قضوا عليه. حبيت اراويكم بعد ما قصصنا كيف صار، وبالعافية عليكم.